في افكار هند عياري قبل ما ندخل بقى في قضية طارق رمضان، وبعدها هنعود تاني لبعض الملابسات والحكايات والافكار اللي قالتها في كتابها. خليني اسألك في القضية اللي ربما اثارت جدلا شديدا وما زالت، قضية طارق رمضان. انت قلتي انك كنت معجبة به، ازاي؟ في الحقيقة اللي حصل إن وأنا في سن 18 سنة كنت أعرف طارق رمضان لأني كنت طالبة، والطالبات كانوا بيتكلموا عن طارق رمضان وكانوا بيسلفوني كتبه، ولبست الحجاب لأني سمعت محاضرة لطارق رمضان وكمان أغنية بتتكلم عن البنت المحجبة. وطارق رمضان اللي خلاني ألبس الحجاب لما كنت شابة، وبعدين لقيت نفسي بين يوم وليلة متجوزة راجل سلفي قال لي إنه مش مفروض أبداً أسمع تاني كلام طارق رمضان. زوجي السابق كان بيكره طارق رمضان والإخوان المسلمين، وما كنتش أعرف لسه إيه كل الحركات دي، كلها بالنسبة لي إسلام، وما كنتش فاهمة الفرق بين السلفية والإخوان المسلمين. ولما سبت جوزي عملت سيرش على الإنترنت وفهمت إن السلفية خطر وإنها طائفة في الإسلام وإن مش هو ده الإسلام، وإنها حركة سياسية جاية من المملكة العربية السعودية وهابية، وإن الحركة دي موجودة عشان تفرض تسلطها على السيدات وعلشان نشر الفكر الطائفي اللي هو حركة سياسية في أساسه. وبعد كده بحثت، وبعد كده انفصلت سنتين عن ولادي لأن جوزي منعني من رؤية الولاد لما اتطلقت لمدة سنتين، والمدة سنتين اتعذبت واتألمت كتير بسبب انفصالي عن أولادي، وما كانش عندي حق إني أتكلم معاهم حتى على التليفون لأن كان عندي مشاكل صحية ودخلت المستشفى. ولما دخلت المستشفى خد مني الولاد، استشرت أخصائية اجتماعية وقلت للأخصائية الاجتماعية إني عاوزة أرجع لولادي، لازم أعمل إيه عشان أستعيد ولادي؟ قالت لي سيدتي عشان تستعيدي أولادك لازم تلاقي شغل، لأن عشان يبقى عندك شقة لازم يكون عندك مفردات مرتب، وعشان يبقى عندك مفردات مرتب لازم يبقى عندك شغل، وعشان تلاقي شغل لازم تشيلي الحجاب، لأني كنت مرتبطة بفكرة إني أفضل ست محجبة، ست مسلمة بتمارس طقوس دينها. لما شلت الحجاب بكيت كتير علشان ده كان مؤلم بالنسبة لي، لأن الحجاب كان زي جلدي التاني، كانت حاجة قاسية وصعبة جدا إني أشيل الحجاب، لكن أنا عشان ألاقي شغل عملت كده، أنا عملت كده حبا في أولادي عشان أستعيد ولادي، لأن في فرنسا ده شيء معقد جدا إن الواحد يلاقي شغل بالحجاب. إذن وفي الوقت ده وفي اللحظة دي ابتديت أسأل نفسي أسئلة وعملت صفحة على الفيسبوك وسألت نفسي تاني أسئلة عن الإسلام، وأخدت قرار إني أتصل بطارق رمضان عشان أسأله الأسئلة دي عشان أعرف إذا كنت أشيل الحجاب عشان أشتغل وإني هكون كده مسلمة كويسة، لأني كنت خايفة جدا من جهنم، وكنت بفكر إن طارق رمضان بيمثل الإسلام العصري، إن هو ده الإسلام اللي ممكن نخليه يتماشى مع الحياة العصرية في فرنسا، بمعنى إن بالنسبة لي طارق رمضان مثال للمسلم العصري، إنه أحسن من السلفيين. وبعدين كلمته على الفيسبوك ورد عليا وسألته أسئلة إذا كنت ممكن إني أشتغل وأقلع الحجاب، وقلت له إني ما بصليش حاضر، ورد على أسئلتي، وكان ده بشكل مهذب جدا. وكان في 2010-2011 لما ما كانش معايا الولاد لأني كنت منهارة، عشان كده تواصلت معاه لأني كنت محتاجة لدعم نفسي، بالأخص أني أحصل على نصايح. واللي حصل في 2012 أني نجحت أني ألاقي وظيفة في وزارة العدل، عملت تدريب عشان أحصل على وظيفة كاتب محكمة، يعني مساعد للقضاء ووكلاء النائب العام، ولقيت أن العمل ده أجمل شيء في حياتي لأنه كان فخر بالنسبة لي أني أصبح كاتبة في محكمة واشتغل في القضاء الفرنسي، ونشرت صورة ليا واستعدت أولادي بفضل ده. وفي 2012 وفي 2011 استعدت ولادي، وفي 2012 نشرت صورة على الفيسبوك من غير حجاب على الفيسبوك، وفي اليوم ده طارق رمضان بعت لي رسالة محتواها سلام عليكم أخت هند كيف حالك، قال لي اللي انت بتعمليه ده مش كويس. قلت له أنا عملت إيه وحش؟ قال لي لا مش كويس أبدا اللي بتعمليه يا أختها. قلت له أنا مش فاهمة عملت إيه غلط؟ قال لي صورتك من غير حجاب وكمان حاطه مكياج، ولمني عشان انا نشرت صوره من غير حجاب وانا حاطه مكياج. قلت له انا مش فاهمه ليه بتقول كده،
قال لي انك بتلفتي انظار الرجاله ليكي وده مش كويس. انا مش فاهمه، ده مش طارق رمضان، مش ممكن طارق رمضان يبعت لي رساله كده. طارق رمضان ما عندوش وقت، انت عامل نفسك طارق رمضان. قال لي انا حقيقي طارق رمضان، وإذا ما كنتيش مصدقاني أنا هثبت لك. واقترح عليا إننا نتكلم على سكايب، ووافقت إني أروح أتكلم معاه على سكايب، وهنا حط الكاميرا وشفت قدامي طارق رمضان الحقيقي. اتصدمت قوي إن مش معقولة، ما كنتش منتظرة كده. طارق رمضان بيكلمني، ده طارق رمضان بيكلمني وبيهتم بيا ويوريني نفسه. وكنت شوية مصدومة من الحكاية دي. بعد كده قال لي أنا ممكن أتصل بيكي لو عايزة. قال لي اديني رقم تليفونك، واقترح عليا إننا نتقابل يوم السبت اللي هو بعد كام يوم، وقال لي إني هاجي ألقي محاضرة في باريس، وإذا كنت تحبي وعندك أسئلة بعد المحاضرة بتاعتي نتقابل. وأنا وافقت. كان عندي انهيار كبير، مش إن أنا كنت معجبة ومنجذبة، كان زي أخ كبير، زي إمام بالنسبة لي، بمعنى إن كان عندي أسئلة كتيرة عن الإسلام أوجهها له. وأخيرا بقى عندي الفرصة إني أقابل حد منبهرة بيه جدا، وكان عندي ثقة وما كنتش واخدة خوانة، لأنه قال لي نتقابل بعد المحاضرة بتاعتي. افتكرت إنه هيعرض عليا نروح نشرب حاجة، قهوة أو حاجة كده، لكن الأمور ما حصلتش بالشكل ده للأسف. لما قال لك تعالي قابليني، هو اللي حدد المكان، مكان المقابلة في الفندق. كلمني وعرض عليا إن إحنا نتقابل، ولما جه يوم الميعاد وراكبة التاكسي، وفي التاكسي قال لي هتطلعي لي الأوضة. أنا كنت فاكرة إني رايحة أشرب حاجة في المطعم أو تحت في الأوتيل، ما كنتش بفكر إني هقابله في أوضته، وده كان في آخر لحظة في التاكسي. لما قال لي اطلعي لي الأوضة عشان في ناس كتير وفي قلق ريسك ان الناس تعرفني، هيكون افضل اننا نتكلم في اوضتي عشان الدنيا تكون هاديه اكتر. وبما اني بشوفه امام واخ كبير، كان عندي ثقه تامه 100%، لاني كنت منبهره بيه، لانه كراجل مسلم افضل نموذج للراجل المسلم. كنت شايفاه كرسول، حد مهم، وكنت زي كأني رايحة أقابل أخويا الكبير، حد ما كنتش أتخيل أبداً إنه يحصل اللي حصل بعد كده. عمري ما كنت أتصور أبداً في حياتي اللي حصل بعد كده، ما كنتش منتظرة كده.